كلاسيك كنترول النهارده هنتكلم عن دايره بسيطه جدا بناء على طلب حضراتكم في بعض الناس من اخواننا وزمايلنا طلبوا ان احنا نوضح محتاجين يعرفوا الدوائر البسيطه في الكلاسيك كنترول كمبتدئين فاحنا قلنا برضو نشرح لهم وكله يستفيد برضو يعني فطبعا الكلاسيك كنترول لا غنى عنه مع السوفت وير السوفت وير جزء لا يتجزا عن كلاسيك كنترول مفيش حاجة اسمها ان ده بيحل مكان ده ولكن بيقلل من العملية الصناعية او الكومبوننت المستخدمة بالنسبة للبي ال سي وبيقلل في العنصر البشري دي مميزات البي ال سي وطبعا دقة في العملية الصناعية وعدم اهدار للوقت والمجهود وطبعا مفيد جدا يعني مفيش كلام يعني طيب النهارده هناخد دايرة بسيطة جدا كده هنشرحها مع بعض كده دي دايرة ستارت ستوب عادية الكومبونت آه المستخدمة اوفرلود آه فيوز سويتش فيوز آه عندك بوش بوتن ستارت ستوب عندك كمان آه هنختار فيها كونتاكتور كمان ده أساسي طيب الدايرة دي عبارة عن ايه؟ اتنين لاين ادي ال والان او اربعة وعشرين موجب ده ممكن يكون عادي دايرة تشتغل ميتين وعشرين او اربعة وعشرين طيب اللاين الاولاني ده يعني ممكن ال واحد أو أربعة وعشرين موجة، طيب وهنا دي ممكن تكون ان أو زيرو فولت، أوكي، طيب بالنسبة لنا هنا الدايرة دي طبعا أول حاجة لازم في البداية خالص بنحط حماية، إيه هي الحماية؟ اللي هي الرمز بتاعها اللي هي السويتش فيوز. او بتستخدم السويتش فيوز دي بتبقى دايرة الكنترول بتبقى على حسب الدايره نفسها الحمل بتاع الدايره نفسها من كونتاكتور من, من من تايمرات من في السيكونس من اوفرلود من من قصدي من, من, من كل الكومبوننت اللي موجوده داخل اللوحه لازم نحسب شده التيار بتاعتها يعني هي تتراوح بالملي أمبير يعني أو بالأمبير في حالات لما تكون اللوحة كبيرة جدا وعندك سويتش فيوز واحدة هي اللي بتتحكم في كل دول تمام آه عندك أول حاجة سويتش فيوز اللي بعدها على طول بناخد عندك اللي هو تمام ده عندك اللي هو خاص بإيه ده بيبقى أوفر لود okay. بيبقى ده بالرمز بتاعه بيبقى اف ون وده اف تو او او ال اوفر لود طيب عندك بعد كده بننزل ناخد بعدها على طول اللي هو ايه اللي هو عندك المفتاح الخاص بال ده مفتاح اس 1 اللي هو ايه ده ستارت ده معلش الستوب اوكي طيب بعدها على طول بننزل على المفتاح البوش بوتن الخاص طبعا بايه بالستارت ده ستارت بعديها على طول بننزل على طبعا الكويل الكويل اللي هو A1 وA2 طيب ده الكويل اللي موجود في الكونتاكتور طيب احنا عندنا هنا الدايره دي هتشتغل معانا هتشتغل لحظي لو احنا اتكينا على مفتاح الستارت هتشتغل لحظي ومجرد ما اشيل ايدك على الستارت هتفصل طيب نعمل ايه عشان خاطر الدايره دي تشتغل مجرد ما نشيل ايدنا عن البوش بوتن اللي هو الستارت لازم نعمل اللي هو نقطه تعويض نقطه تعويض منين من كونتاكتور اللي هو نقول وليكن ده كي ام واحد اوكي طيب ودي برضو تبقى النقطه 13 اربعتاشر دي كي ام واحد اوكي دي دايرتنا دايره بسيطه جدا ده آه الكويل اللي موجود في الكونتاكتور ده نقطه التعويض اللي موجوده بين الكونتاكتور والي اوبن دي اللي هو مفتاح الستارت ده مفتاح الستوب ده الاوفرلود ده السويتش فيوز طيب هحطلكم كمان رسم الكل قدام كل كل كومبوننت من دوله الصوره بتاعتها موضحه بالتفصيل ايه نوع الحاجه اللي راكبه هنا احنا فهمنا دي نورمال اوبن اول ما بتيجي التشغيل دي مجرد ما اشترك على طبعا بتمر الكهرباء التيار بيمر من هنا ده الموجة فولت بيمر من هنا بيمر عن طريق سويتش فيوز كحمايه مر بالاوفرلود اللي هو موجود راكب على الكونتاكتور وبعد الكونتاكتور بعد الاوفرلود على طول بتمر على مفتاح الستوب اوكي okay. وبعد مفتاح الصب مجرد ما اتك هنا بيمر التيار معايا وبعدين بيروح للكويل بيمر التيار بعد كده تخرج ال... يخرج مفتاح الستارت ويبقى التيار بيمر معايا كده اوكي okay. على الكويل والزيرو فولت واصل عندي طبعا هنا ممكن اضيف ليد عندي عادية جدا عن طريق لما اعرف عشان الموتور ده يكون شغال معايا اوكي okay. يبقى في ليد عندي واصلة. بحيث لما ده يشتغل ليدي دي تنور معايا يبان ان الموتور ايه شغال او الحمل كده وصل له باور تمام اتمنى الدايره دي تكون يعني دايره بسيطه جدا وان شاء الله هنشرح لكم يعني في دروس قادمه ان شاء الله في رموز الكهربائيه كلها المستخدمه في دوائر الكنترول تمام بس خلينا برضو نمشي مع بعض بالتاني بحيث ان الناس تستفيد والناس تبقى ايه فاهمه دوائر الكنترول طبعا الباور في نفس الدائره دي كباور هنوضحها لكم برضو بدرس قادم ان شاء الله اتمنى ان الفيديو نال اعجابكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والى ان شاء الله